صباح الخير يا مرانير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مالك قاعده كده ليه؟ الله، ومالك مضلماها ومقفلاها كده ليه؟ الله الله، ده عاطف اللي مكلم ابوكي واقف اهو، مش دي عربيته؟ هما بيعملوا ايه؟ ميل، مش ده عاطف ولا انا مش شايفه؟ مش عاوزه اسمع الاسم ده ولا اتكلم في الموضوع ده. فين ميل حبيبتي؟ طب اسمعي كلام امك، طب ناخد وندي مع بعض، طب كلميني بس. انا عارفه هتقولي لي ايه بعد ما فكيت ثلاث خطوبات، محدش بيتقدم لي، ومن سنتين ما تقدم لكيش حد ولا حتى عريس واحد ضربها الشمس، مش كده؟ لكن برضه مش هتجوز اللي اسمه عاطف ده، ده تخين ومبهدل ومدهول كده، ودايما خايف وعرقان ومدبوح وشكله كبير، يعني اصوم اصوم وافطر على عاطف؟ وبعدين انا ماليش ذنب في خطوبات الثلاثه اللي اتفكوا قبل كده، واحد بخيل وطمعان في مرتبه، والتاني ابن امه وعاوز يسكنها معانا في البيت، والتالت دكتاتور وكل حاجه اوامر وما تناقشنيش. ايه احنا في الجيش هنا ولا اللي ذات وغطى؟ الاشاعه اللي طلعها عليكي في الكنيسه دي متسلطه ونكديه، وعايزه واحد ملوش شخصيه عشان تمشيه على كيفها. الله يسامحه، ما هو ده اللي ما خلاش ولا واحد من شباب الكنيسه يتقدم لك. طب اعمل ايه؟ الجيران والقرايب ما فيهمش حد ينفع، والشغل كله مسلمين الا واحد بس متجوز. طب ما تشوفي عاطف وسكن على الدخن، خليه يعمل ريجيم، بس انت طبيعي وحيلي، وعشان ما يقولش عليك انك انت نكديه ومتسلطه والكلام الكذب ده كله. قول لي بقى هنركب العربيه ازاي والكراسي غرقانه ميه كده؟ هنفضل واقفين هنا لغايه ما تنشف ازاي؟ وهو ذنب علينا يعني؟ معلش بقى يا سيد. ميري ميري يا سيد ميري. طب اجري اديها تليفونك، خد تليفونها اتحرك. طب احلى انت هتروح بيه. اخرب بيت لخمتك. صباح الخير يا لسه نايم. انا مش هعطلك، هم كلمتين ورد غطاهم. انا عايز اتعرف عليك عشان موضوع ارتباط وكده يعني. انا اسمي عاطف فوزي خير، موظف في شركه دش، وان شاء الله هجيب شقه قريب، هجيب شقه اكيد اكيد يعني. انا مرتبي 640 جنيه، ده غير الحوافز والبدلات وكده، بس الحاجات دي ما باخدهاش فلوس، باخدها جبنه، ساعات جبنه وساعات زيتون مخلل وساعات مربى وزبيب وحاجات حلوه كده يعني. صاحب شركه الدش بتاعتنا عنده مشروع منحل وتربيه مواشي والبان وكده يعني. عربيه الشركه على فكره بتاخدني وتجيبني كل ميري. ميري انا عايز اجي لكم البيت عشان انا عارف فرق السن اللي بيننا، بس اوعدك لو وافقتي انا هعمل المستحيل عشان اسعدك وما تحسيش بالفرق ده ابدا. ميري 010213. ايه ده؟ 010213 نمرة موبايل بابا، اتصل بيه وحدد ميعاد. تاكسي سيد سيد 010213 يا سيد 010213 يا سيد 010213 موبايل ابوها يا سيد. موبايل ابوها ايه؟ دي مصر كلها عرفت موبايلها، انت عبيط يالا ولا ايه؟ بس الحمد لله الحمد لله يا عاطف، اخيرا ربنا كرمك. انا مش عارف اعمل معاك ايه سيد. ايه عريس؟ ها؟ ايه اللي جاب؟ ايه اللي جابه ده؟ ايه يعني هروح اخطب من غير سيد؟ سكن معاطف، انت بتقول حاجات غريبه قوي يا سام. في ايه؟ البنطلون اتفتح. يخرب بيت نحسك، هعمل ايه دلوقتي؟ نرجع يا ماما؟ تعمل ايه بس يا راجل، انت معمول لك عمل على بنطلونات يالا ولا ايه؟ ابنك بنطلونه اتفتح. تعال إيه؟ تعال اندريك بقى، تعالى تعالى بكرافتتك. ايه النحس ده؟ عطوفه يا حبيبي عطوفه، حط ايدك على الفتح. لا ما تخافيش يا طنط، انا هحط ايدي. شيل ايدك، انا هقف وراك. اوعى كسفنا في كل حته، قايل لك مليون مره يبقى البس بنطلونين فوق بعض، واحد اتفتح التاني داري، وبعدين اللي زيك قال ملوش غير في الجلاليب. ما انا جربت لبس الجلابيه، كان دايما بتنحشر في نفس مكان الفتح. نفس مكان الفتح، خلاص البس استريتش بقى بعد كده. بس 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 خلاص. ابنك نحس.